فضيلة الشيخ، مين هم أصحاب الأعذار؟ أصحاب الأعذار اللي هو لديه عذر يمنعه من عمل معين، يعني مثلا الله يشفي كل مريض مشلول، فصاحب عذر يمنعه من القيام في الصلاة أو يمنعه من الجهاد في سبيل الله، فربنا أعذرهم. وكان من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول من مكن أصحاب الأعذار، ومكن مكن يعني ادالهم القيادة. يعني كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعله أمير المدينة 14 مرة، يعني من 13 ل 19 مرة، أقل مرة يعني خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة، هو كبير المدينة ويحكم فيها في غياب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى وكان مؤذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا يا سلام على الدولة وحلاوتها وعظمتها وإنسانيتها، وقادرون باختلاف ونسميهم أصحاب الهمم، نسميهم أصحاب القدرات الخاصة، مش حاجة اسمها المعاقين، اوعى تقول كده. المعاق والمعوق العاصي لله عز وجل بنص القرآن الكريم، صحيح، ما اسمهمش معاقين. مبتلى، والكل مبتلى، ابتلي بأمر من الأمور، واحنا كلنا مبتلين، حتى اللي عنده فلوس مبتلى، ده الفلوس ابتلاء، ده المنصب ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، الإكرام ابتلاء والنعم. وشوف هتعمل إيه في اللي ربنا ادهولك. فمثلا فقد بصره ما أقولش عليه معاق، إنما أقول إيه؟ أقول من ذوي القدرات، قادرون باختلاف. أمال المعاق مين؟ المعاق اللي عاصي، اللي قادر وما بيعملش وما بيديش حق ربنا، اللي عنده جارحة لم توصله إلى الله، أو اللي عنده أعضاء عصى ربنا بيها، أو منع الناس من طاعة الله عز وجل. نص القرآن الكريم، قال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم. الله، من المعوقين؟ الذي أعاق غيره عن الوصول إلى الله، والذي أعاق نفسه عن الوصول إلى الله، والذي أعاق أعضاءه عن طاعة الله، هو ده المعاق والمعوق. إنما من فقد بصره، من فقد يده إلى آخره، هذا يسمى من أصحاب الابتلاء، أو من أصحاب القدرات الخاصة، أو من ذوي الهمم الخاصة، أو نسميهم كما تسميهم الدولة العظيمة الإنسانية، قادرون باختلاف. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قصة حلوة قوي عن أصحاب الأعذار. وخلي بال حضرتك، العذر لا يمنع. يعني عبد الله بن أم مكتوم نموذج للإيجابية، لما جاء الإسلام كان أول المسلمين، نزل القرآن أول المتعلمين، جاءت الهجرة أول المهاجرين، شرع الآذان أول المؤذنين. ده كان زعلان أنا ما بجهدش ليه في سبيل الله، وهو أعمى، ما خلاش الإعاقة تمنعه من شيء، ما خلاش، بالعكس كان الدافع. بالظبط، ما خلاش هذا الابتلاء. ده احنا بنشوفه على فكرة، عندهم يعني همة جدا، وعندهم اللي مش عند ناس كتير طبعا جداً. احنا كم من أساتذتنا هم متميزين بالفعل، سبحانك يا رب، من ذوي القدرات الخاصة طبعا. ما شاء الله، علماء. كان عندنا أستاذ قعيد وأعمى، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عالم كبير، حاجة عظمة. يا سلام، علماء على رأسنا من فوق، ونموذج يحتذى به ويقتدى به على الهمة والإرادة والعزيمة. لما نزل قول الله عز وجل: لا يستوي المجاهدون في سبيل الله، ولا يستوي القاعدون والمجاهدون في سبيل الله، فلما لا يستوي القاعدون والمجاهدون في سبيل الله، فسيدنا عبد الله بن أم مكتوم قال: يا رسول الله، ومن لا يستطيع الجهاد؟ من لا يستطيع الجهاد؟ فسيدنا النبي سكت، فسيدنا عبد الله بن أم مكتوم رفع يديه وقال: اللهم أنزل عذري، وأنزل اللهم أنزل عذري، اللهم أنزل عذري. نزلت الآية من جديد: غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، أولي الأعذار. وفي سورة الفتح اللي احنا فيها، ربنا رفع عنهم الحرج. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة. الله على العظمة، على العظمة. رفع الله عز وجل الحرج والمؤاخذة عن ذوي الأعذار فيما يخص العذر. فمثلا رفع الله عز وجل الحرج عن القعيد فيما يخص عمل القدمين، ورفع الله الحرج عن الأصم في العبادة المطلوبة باللسان، فتبقى بالقلب. بالضبط، سواء كان هذا العذر دائم
كالأعمى والأعرج، أو كان مؤقتا كالمريض، لأن العذر نوعان، عذر دائم وعذر مؤقت. العذر الدائم الأعمى، المشلول، الأبكم، اللي عنده إعاقة دائمة، اللي عنده ابتلاء دائم، تمام، أو عذر مؤقت زي المريض الذي يرجى شفاؤه. فربنا رفع الحرج عن هؤلاء في نفس السورة، في سورة الفتح، وهذا فتح مبين، فتح لله عز وجل، لأنه طمأن قلوب الجميع. سبحان الله، هي سورة الطمأنينة، هي سورة السكينة. عجيبة جدا، من الآيات المحورية أن ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن الذي عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ربنا سبحانه وتعالى أنزل رضاه على المؤمنين، وأنزل سكينته على المؤمنين، لأنهم باعوا نفسهم لله رب العالمين. فعايز رضا ربنا، اتبع الله ورسوله، ربنا يرضى عنك دنيا وآخرة. وربنا سبحانه وتعالى في السورة هنا قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه.